تعرف صحافة المواطن بالصحافة العامة أو التشاركية أو الديمقراطية أو صحافة الشارع أو الصحافة الشعبية، وهو مصطلح يرمز لأناس يلعبون دوراً نشيطاً في عملية جمع ونقل وتحليل ونشر الأخبار والمعلومات عبر استخدامات صحافة الإنترنت. برزت صحافة المواطن كشكل جديد من أشكال الممارسة الصحفية غير المهنية، حيث يتفق الكثير من الباحثين على أن الظهور الفعلي لصحافة المواطن كان عقب أحداث تسونامي التي حدثت في ديسمبر 2004، فيما برزت في سوريا بشكل جلي مع انطلاق الحراك الشعبي في 2011، وذلك من خلال الناشطين. يرى بعض الباحثين أن مفهوم هذه الصحافة يعتمد على 3 نقاط: شبكة الإنترنت كفضاء للنشر والتعبير عن الرأي، تأكيد حضور المواطن في قضايا الشأن العام ودعم الممارسة الديمقراطية، واعتبار مخرجات صحافة المواطن امتداداً لمرجعيات الإعلام البديل والصحافة البديلة. ولم تخلو من إيجابيات وسلبيات.